رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن معيار المحاسبة المصري بإضافة آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تسارع الجهود لإنجاز مشروع التجلي الأعظم، وهيئة تنشيط السياحة ننسق مع الشركة المتحدة للترويج لمزارات سانت كاترين. وسائل إعلام إسرائيلية، قادة الأجهزة الأمنية وطاقم التفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. إسرائيل تقرر منع قنصلية إسبانيا بالقدس من تقديم خدمات للفلسطينيين، وخارجية مدريد لا أحد سيمنعنا من الاعتراف بدولة فلسطين. خارجية موسكو تهدد بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها حال استخدام أسلحتها ضد الأراضي الروسية.